السلام عليكم بنات، كيف تمام؟ مزيانين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جبتكم معايا انا اتش ام اي باش نعملكم واحد الدوره تحت طلبكم ان شاء الله مع التخفيضات اللي عاملين دابا. جيت نيشان ملابس ديال العيال، كما كنعرف ان عندي واحد 80% ولا 99% ديال الامهات هما اللي كيتبعوني. ف اليوم غادي نعملكم جوله خفيفه ظريفه في ملابس. كما كتشوفوا هنا هاد قميجات فنين فنين، عاملين لهم التخفيضات ديال الذكوره. كانوا كيعملوا كاينه منهم كانوا كيعملوا 10 الاورو وردوهم 4 الاورو، كاينه المهم داكشي على حسب. انا غادي نصور لكم كلشي. فحال دابا هادو كانوا كيعملوا 13 الاورو، زينين صيفيين غزالين. دابا ردوهم يعني 6 الاورو، ثمن جد مناسب. وكما كتشوفوني بزاف ديال التشكيلات ديال القميجات الصراحه كاملين فيهم كاملين بيهم زيونين. كما كتشوفوا هادو كانوا 13، وانا غادي نحاول نوريكم موديلات كاملين واللي كاين باش نتوما تاخذوا فكره. ما تبغيو تاخذوا شي حاجه كتمشيو نيشان وكتاخذوها. انا صراحه كنت نصور، قلت الحقيله في حالتي جبرت التخفيضات غادي نصور الحقيله، كنت يعني ما جبرتش الاثمنه عاديا، ما كنتش صراحه نصور حيت انا قلت لكم حيت نتوما طلبتوا مني الا كان شي تخفيض صورنا تخفيضات. وهاد النوع ديال القميجات كانوا كيعملوا 10 الاورو ودابا ردوهم غير 4 الاورو، زيونين التويب ديالهم مزيون. وكما كنعرفوا ان الملابس او الحويجات ديال اتشيمي كيخرجوا ماركه. المهم غادي نحاول نوريكم جميع الموديلات اللي كاين هنايا. وحتى هاد النوع هادو كانوا كما كتشوفوا 10 الاورو ودابا غير 4 الاورو. واهم حاجه انهم فيهم الطايات، يعني فيهم الطايات ابتداء كنظن من القيلم 3 سنين الى حتى 13 ولا 14 سنه. وهادو جاوا بحال كيجيو بحال الكاسادورات ديال التراوزيز، كانوا 30 الاورو ودابا 13 الاورو. هادو شكل التانيين يخرين شنوهم بحال كاسادورات كيجيو قصارين شويش، اما هادو قميجات. وكاينه الشكل الثالث اللي كيجي على هاد الشكل هذا، اليدين ديالهم مختلفين على الوسط تراوزيز. وكاينه هاد النوع ديال القميجات كذلك، كنشوفو شحال الثمن ديالهم ردوهم. كما كتشوفو كانوا 16 الاورو دابا 8 الاورو. هادو كما كتشوفوا 5 الاورو وكانوا 10 الاورو. وفيهم كذلك بحال اللي قلت لكم طاية البنات. المهم كما كتشوفوا تبارك الله هنايا القمايج موجودين. شوفوا هادي شحال مزيونة، كانت كتمن 10 الاورو دابا 4 الاورو. لوينات فنيين ديال الصيف. كاينة هاد التشكيلات هادو اللي عندهم السيسو، وهنايا هادو كانوا كيعملوا 13 ودابا 6 الاورو، وهادو كانوا 16 الاورو ودابا.
هي هادو كانوا كيعملوا 10 الأورو ودابا 5 الأورو، 50%. وسالينا من قميجات ودابا جينا نسراول، كما كتشوفوا هادو كانوا 18 الأورو ودابا 7 الأورو. ابتداء ب5 الأورو عاملين هنايا، الإضاءة بزاف، كاين الإضاءة معاهم عاليين، ما كيماش الثمن مزيان، ولكن أنا قلت لكم ابتداء ب5 الأورو. هادو كانوا كيعملوا 20 الأورو ودابا 10 الأورو، وهنايا غير 5 كانوا كيعملوا 15 الأورو. كيما كتشوفوا السريولات فيهم موديلات فنين، وهادو كانوا 10 ودابا 5. كنتمنى تكونوا كتشوفوا الثمن مزيان، كنحاول حتى نقول لكم الثمن، لان الاضاءه مع بعد ما كيتصوريش الثمن مزيان، كنحاول نصور لكم الثمن مزيان باش نتوما تشوفوا. هادو كانوا 18 ودابا 8 الاورو. وهنايا كاينة سروال تشاندار، السراول ديال تشاندار، وهادو كذلك كانوا 15 ودابا 5. وهنايا كيجيو خنطوس جوج سراول مع بعضياتهم كما كتشوفوا، وفيهم جوج ديال كولوريس، وكانوا كيعملوا 20 الأورو ودابا 12 الأورو، حسب 6 أورو من السروال، مزيونين والثمن جد مناسب صراحة. وكذلك فاش كيعجبك الحال انك تلقى طايات يعني، وكذلك هنايا كولور يعني كولوريس اخرين عاو كيجيو خنطوس مع بعضياتهم جوج. دابا غير 12 الاورو. وهنايا تسراول هادو كما كتشوفوا كانوا 18 الاورو ودابا 8 الاورو. وشوفوا الثمن هادو، هادو كانوا كيعملوا 10 الأورو دابا 4 الأورو، مزيونين، جاو خفافين صيفيين السريولات هادو، حتى اللون ديالهم مزيون، كيجيو متنيين من تحت باش كيجيو كتار انيقين. وكاين هاد السراول هادو سخونين ديال الشتا، يعني مبطنين من داخل، وكذلك هنايا كاين هاد النوع ديال السريولات حتى كتا هما كيجيو جوج ديال بياسات، وهنايا كاينه غير 2 الأورو و99 حسب 3 الأورو هاد السراول هادو. كانوا كيعملوا 10 الأورو ردوهم دابا 4 الأورو، 3 الأورو. وهادو كذلك حتى هما كيجيو مع بعضياتهم جوج ديال السراول، والثمن ديالهم غير 6 الأورو، يعني جوج سراول 6 أورو، زعما شي حاجة اللي توب توب.
وكذلك هادو كتشوفوا يعني نفس ماركة ونفس الشكل، غير فيهم طايات وصافي، غير ب6 أورو، 2 صراو 6 أورو. وكاين هنايا هاد الشكيل هذا ولا النوع هذا، حتى هما جوج في الكري وفي الكحل. وهاد الشكيل هذا كيعملوا 8 الأورو، وكانوا كيعملوا 20 الأورو. وهنايا كاينه هادو كيما شفتو كيعملوا 7 الأورو بنات. وصافي دابا هنايا سالينا قميجات مصري ولات، ودابا نجيو هنايا نشوفو هنايا. هنايا حوايج مخلطين، نتوما كتعرفوا ما كيبقاوش يديرو بياسس كينزلوهم هنايا. المهم كل حاجه والثمن ديالها كاين هنايا. وعاملين زعما ابتداء من 4 الأورو. هنايا كاين الشورتيس بوديز، مهم صافي البنات صورتكم ملابس ديال الديكوره، ان شاء الله باقي نزيد نصوركم فيديو تاني ملابس ديال البنيتات ان شاء الله، حتى هما فنين هيدا باش ما يجيش الفيديو طويل ويجيكم ممل. ان شاء الله تابعوني حتى غدا ان شاء الله نزلكم فيديو اخر. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. مع السلامه، في امان الله، فيديو مقبل ان شاء الله.